من الأخبار اللي هتحصل النهاردة، خلونا نعرف إيه آخر درجات الحرارة المتوقعة النهاردة أيضا، ونروح مرة تانية للميا ونعرف منها أخبار درجات الحرارة بالتفصيل. اتفضل إيه. شكرا يا أحمد، بنصبح عليكم مرة تانية مشاهدينا، والنهاردة هنتكلم عن هيئة الأرصاد اللي بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومايل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان مدن القناة ووسط سيناء، وبالليل هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق. مزيد من التفاصيل عن حالة الطقس النهاردة معانا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. خلينا نطمن من خلال حضرتك النهارده عن حاله الطقس. احنا طبعا بنشهد تحسن في الاحوال الجويه واجواء صيفيه مستقره على كافه انحاء الجمهوريه، لان احنا بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من جنوب غرب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، بالاضافه كمان في امتداد لمنخفض جوي الطبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه، وده بدوره بيحمي جزء من اشعه الشمس، فبالتالي بنحس بتحسن في الاحوال الجويه. الاجواء خلال فترات النهار هنشعر بيها ان هي اجواء حاره رطبه على سواحلنا الشماليه محافظات الوجه البحري القاهره الكبرى، لكن الاجواء بتظل اجواء شديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد شمال وجنوب الصعيد وايضا كمان محافظات جنوب سيناء خلال فترات النهار، بالاضافه كمان ان في ارتفاع في نسب الرطوبه، ده هيخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره فترات النهار. احنا العظمى متوقع على القاهره تكون 33 درجه مئويه، هنحس بيها لو تكون 35 و36 درجه مئويه بسبب ارتفاعات نسب الرطوبه. مع دخول ساعات المساء وساعات المغرب هنحس بوجود نشاط للرياح، وده هيكمل معانا في ساعات الليل، فبالتالي هنحس بنسب رطوبه اقل وكمان درجات حراره اقل، وهنحس بالاجواء المعتدله تماما خلال فترات الليل على اغلب مناطق الجمهوريه او المناطق الشماليه في الجمهوريه. المناطق الجنوبيه هتحس باجواء مائله للحراره خلال فترات الليل، بالاضافه كمان متوقع في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل استمرار تكون شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى محافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه ومدن القناه، وزي ما بنقول بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه. مع تكون الشبوره المائيه بيكون في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، بتستمر حتى طلوع اشعه الشمس، يعني تقريبا بتستمر حتى الساعه 6 صباحا مع شروق الشمس بتبدا الشبوره المائيه في التلاشي. الاجواء المستقره والتحسن ده هيستمر معانا لنهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، وكمان مطلع الاسبوع القادم، لان متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون ما بين ال 33 وال 34 درجه مئويه مع استمرار تكون السحب في الصباح الباكر اللي بيساعد اكثر على تحسن الاجواء والاحساس اكثر بتلطيف في الاجواء واعتدال في الاجواء. طيب ده هيخليني اسالك السؤال الثاني، هل بنهايه شهر اغسطس ده نقدر نقول ان الصيف خلاص اوشك على الانتهاء ومش هنشوف درجات حراره عاليه ثاني؟ هو احنا طبعا لسه باقي لنا ثلاث اسابيع تقريبا في شهر سبتمبر نهايه فصل الصيف، لان فصل الصيف متوقع ينتهي 22 سبتمبر وبدايه فصل الخريف 23 سبتمبر، فالثلاث اسابيع دول ان شاء الله تدريجيا هنحس بتحسن في الاجواء في الاحوال الجويه، هنحس بانخفاض في درجات الحراره عن الشهر 8، هنحس كمان بانخفاض في نسب الرطوبه، لكن وارد جدا يحصل يوم او بعض الحالات من ارتفاع درجات الحراره ويحصل موجه ارتفاع في درجات الحراره الى انتهاء فصل الصيف باذن الله. بشكرك يا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي خلينا نشوف ونتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى 34 والصغرى 25، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، مطروح 30-23، سيوة 37-22، بورسعيد 31-26، دمياط 30-26، الإسماعيلية 35-23، والسويس 35-24. العريش العظمى 31-24 صغرى، وطابة العظمى 38 والصغرى 26، كاترين 36-20، شرم الشيخ 41-29، الغردقة 37-28، الفيوم 36-24، بني سويف 36-23، المنيا 37-24.
نروح لأسيوط العظمى 37 والصغرى 24، سوهاج 40 26، قنا 42 27، الأقصر 43 28، أسوان 44 29، الوادي الجديد 41 28، شلاتين 38 30، أخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى 27. ودلوقتي نرجع لهدير ولأحمد. شكرا لك يا لمي.